وللمزيد معنا عبر الهاتف دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة. دكتور محمد، يعني بعد التحية، وكالة فيتش ركزت على قطاع الزراعة باعتباره قطاعا واعدا، فكيف يتم البناء على هذا التقرير، وما هي إجراءات وزارة الزراعة لجذب الاستثمارات الأجنبية؟ لا، الأول اسمح لي أشكر حضرتك. وطبعا وزارة الزراعة والدولة المصرية اتخذت إجراءات جادة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات في هذا القطاع. كانت أولى هذه الإجراءات إن احنا وفرنا فرص لاستصلاح مزيد من الأراضي الصحراوية اللي تعتبر بوابة لجذب الاستثمار للتوسع في مناطق جديدة، والدولة وفرت لها البنية التحتية، ودي فرصة كبيرة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار في مجال الزراعة. الحاجة الثانية إن احنا كمان عملنا خريطة استثمارية بالفرص الاستثمارية اللي موجودة عندنا في قطاع الزراعة في مختلف المجالات، سواء استصلاح أراضي أو انتاج داجيني او انتاج حيواني او اي نشاط قائم على الزراعه، وتم وضع هذه الخريطه على بوابه الاستثمار او البوابه المصريه للاستثمار التابعه للهيئه العامه للاستثمار. وكمان الدوله بتدعم بشكل كبير فكره الاستثمار في مجال الزراعه، والحقيقه الفرصه اصبحت كبيره للراغبين في الاستثمار في مجال الزراعه، لان الدوله مش بس بتستثمر في قطاعات الزراعه انما كمان القطاعات المكمله شهاده طفره. يعني احنا بنتكلم كل المعامل التابعه لوزاره الزراعه معتمده واخده شهادات الايزو، واخده شهادات اعتماد دوليه، وبعض هذه المعامل معامل مرجعيه بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي وبالنسبه لمنظمه الاو اي اي. فبالتالي ده بيرفع من قيمه الشهادات اللي بتطلع من الدوله المصريه، وبالتالي ده بيعظم من فرص التصدير وبيدي ثقه لهذه النتائج وفتح افاق تصديريه جديده ليها. الحاجه الثانيه ان كمان احنا بنقوم بالتنسيق مع مختلف دول العالم، وعندنا اكثر من 163 سوق تم فتحهم اخرهم. لكن يعني دعني اسالك، هل هناك خطه من وزاره الزراعه لزياده حجم الصادرات الزراعيه وايضا فتح اسواق خارجيه جديده؟ طبعا احنا مهتمين بشكل كبير بفتح مزيد من الاسواق بالتنسيق مع مختلف دول العالم. احنا في اخر 3 سنين تم فتح 83 سوق جديد لقطاع الزراعه، وكلها بتفتح او بتدي فرصه لمزيد من الصادرات. الحمد لله نسبه الزياده اللي حصلت احنا هذا العام او العام الماضي، يعني 2022 تم تصدير اكثر من 6.3 مليون طن. احنا مقربين على 6.5 مليون طن من الحاصلات الزراعيه لمختلف دول العالم، واحنا مستمرين في سياسه مبداها بيقوم على التنسيق مع مختلف دول العالم لفتح مزيد من الاسواق الخارجيه. دي نقطه. النقطه الثانيه، الاسواق الحاليه اللي شغاله معانا احنا بنزود لها المنتجات اللي بتحصل عليها. النقطه الثالثه ان احنا بنرفع درجات الوعي للفلاح، وعاملين برنامج كبير لرفع درجات الوعي للفلاح ورفع قدره الفلاح الانتاجيه علشان يقدر ينتج منتج عالي الجوده. الحاجه الاخيره ان احنا بنعمل كمان منظومه تكويد، وهذه المنظومه بتضمن تتبع المنتج من اول ما بيدخل الارض حتى يصل الى المستهلك سواء في السوق المحلي او الخارجي. دكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزاره الزراعه، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.